افتتح أول مركز تجميل للعناية بالحيوانات بالعاصمة التونسية من قبل الفتاة سمر الماطوسي التي استلهمت فكرة مشروعها من خلال حبها للحيوانات الأليفة وسفرها للكثير من الدول الأوروبية. لنشاهد معا. مشروع جديد طبق لأول مرة في بلد عربي نظرا لاقتصار تواجده في الدول الأجنبية فقط، تمثل بافتتاح مركز لتجميل الحيوانات الأليفة بالعاصمة التونسية تضمن كافة سبل الرفاه والعناية بها. سمر ماطوسي صاحبة المركز استلهمت فكرة المشروع من حبها للحيوانات الأليفة وسفرها المتكرر لبلدان أجنبية والتي اكتشفت فيها محلات لبيع أشياء تخص الحيوانات. لقيت كورنا محطوط في حانوت بيع أشياء الحيوانات، قلت علاش ليه ما نعملش الفكرة هذه في تونس. عندي توا أكثر من عام نحضر الفكرة هذه، ومزيد عملت افتتاح توا من أسبوعين. الحمد لله لقيت قابلية كبيرة للناس اللي تحب تلهب حيواناتها، برشا يحبوا تلهب حيواناتهم، يدوشوهم، يقصوا لهم أظافرهم، يعملوا لهم لي دوش نتاعهم، يشريوهم ثياب، اكسسواريز، كل شيء كل شيء. فكرة ماطوسي لقيت ترحيبا وإقبالا كبيرا من قبل الناس التي تهتم بحيواناتها، ناهيك عن تمتع المركز بمزايا عديدة من بينها السعر المنخفض مقارنة بمراكز الطب البيطري والتجميل المماثل في الخارج. ويستقبل مركز سمر 3 حيوانات أليفة فقط بعد حجز مسبق يقدم عليه العملاء للعناية بحيواناتهم نظرا لاستغراق خدمة الرعاية الكاملة للحيوان أكثر من 3 ساعات تشمل تسريح الشعر وتقليم الأظافر وأخيرا الاستحمام.